هاي وتحية صباحية لكل المشاهدين يلي عم بيتابعوا ام تي في لايف لليوم بحلقة جديدة مع فقرات متنوعة. ووصلنا لفقرة ايت سمارت مع اختصاصية التغذية رندا فهد. اليوم بخبريتنا رح نحكي عن الكلوة، وموضوعنا الأساسي هو البطاطا بأنواعها وبكل طرق تحضيرها. صباح الخير. صباح النور لورا. بدنا نبلش نحكي عن الخبرية أو الدراسة الجديدة يلي بدنا نطلع عليها معك، اللي هي العلاقة بالكلاوي. مزبوط. أول شيء رح أذكر المشاهدين دائما أنه فيهم تابعوني على الإنستغرام رندا دنيا فهد أو على الفيسبوك بيج RDF، تحطوا لايك وبتابعوني. انتبهوا مشاهدين، في كثير أسئلة تسألوني إياها أنا أوريدي بكون حكي عنها وموجودة أوريدي على الفيسبوك بيج، على الإنستغرام أو على اليوتيوب. فهولي أشياء لأنه دائما بنكون عم نكررهم، ولكن قد ما فيي برجع باخذ سؤال وبجاوبه انا نهار التنين على الهواء. نعم. اليوم بتذكر لورا كمان هديك الاسبوع حكينا على الكلوه، لانه كمان كان حدا سالني اذا شخص عنده كلوه وحده كيف في ياكل باكله، وحكينا على هالموضوع. هلا دائما مريض الكلوه، وقت عم نحكي هون على الكرونيك كيدني ديزيز، يعني صار عندنا مرض مزمن بالكلى، هون بكون عندنا معظم الاوقات عندنا مشاكل بتكون بيعلى الالبومين، المايكرو البومين بقلب الجسم، بيعلى الكرياتينين، وهيدا كله كان دائما الدراسات بتنبه انه نحن بدنا ننتبه لكميه البروتين اللي الاشخاص بدهم ياخذوها، وخاصه البروتين الحيواني. هلا الدراسات الجديدة كمان عم تبين انه نحن صحيح بدنا ننتبه لكمية البروتين، ولكن كمان بهمني العالم يعرفوا انه نحن مش يعني ما بندخل البروتينات باكلنا، لانه البروتين هو مصدر كثير مهم لاكلنا، لجسمنا، للعضل تبعنا، لنعيش. هلا شو هي الدراسة الجديدة؟ الدراسة الجديدة انعملت على اشخاص كبار بالعمر. نحن بنعرف كبار بالعمر هي الدراسة، يعني بلشت اخذوا اشخاص عمرهم 60 سنة، والدراسة عملت على 10 سنين. هول الاشخاص كان عندهم كرونيك كيدني ديزيز، يعني مشاكل بالكلى، وكان في ستيج متقدم. وقت نقول مشاكل بالكلى ما بنقصد تعطل الكلى. الستيج كان مبلى، يعني عندك متقدم، بين يعني ستيج يمكن وصلوا الى غسيل الكلى. بعد ما وصلوا. ما هو هي بنقوله ستيج 1-2 وستيج 3-4، بعد الاربع بصير واحد مضطر يغسل كلى، ونحن كل شيء بنحاول نعمله بالاكل حتى ما نخليهم يوصلوا لهيدي المرحله. سو بهون اخذوا، لكن هن كانوا كبار بالعمر منهم صغار، ونحن بنعرف انه كبار العمر بحاجه لبروتين اكثر من حيلا حدا ثاني. فبهيدي الدراسه تبين انه الاشخاص اللي ضلينا عم يعطوهم بروتين، الكميه اللي هي جسم بحاجه لها، يعني انا ما عم اقول كثره البروتين، ولكن مش يعني اقل مما جسم بحاجه له، نحن بحاجه ل 0.8 جرام لكل كيلو من جسمنا، الكبار بالعمر بحاجه لكيلو كيلو بروتين لكل كيلوغرام، او 1.2 لكل كيلوغرام. فهو حتى لو مريض الكلى ما لازم كان ياخذ اقل من هيك. الاشخاص اللي اخذوا بروتين اقل من هيك وحتى لو كانوا مرضى كلى، تبين انه هن كانوا معرضين لانه يتوفوا بالاخر من مشاكل الكلى او حيلا مشاكل بنسبه اكبر من اللي انعطوا بروتين. وين بدي اوصل المسج اليوم؟ انه نحن حتى لو عندنا مشاكل بالكلى، ونحن حتى لو بدنا نكون عم نقول ننتبه للبروتينات، ما بدي يكون عم وقف عم باكل كميه كثير كثير قليله، لانه هيدا من ناحيه ثانيه رح يضر الكلى. مين رح يتاثر اكثر بالبروتين الاقل؟ هو كبار العمر. أوكي. فكبار العمر بحيلا مرحله من مراحل مشاكل الكلى، نحن لازم نكون عم نعطيهم البروتينات اللي هي الكميه المضبوطه لكل شخص لجسمه. انا عم نحكي عن هالكميات يوميا؟ يوميا. يوميا، اوكي، لانه كمان ببطل هالقد يحبوا ياكلوا بروتين حيواني بهذا العمر، بده يصير شوي يعني الموضوع اجباري. وفي يكون حيواني وفي يكون نباتي البروتين لورا. وقت اقول انا عم ياكله، ونحن وقت ننتبه، وقت اقول 0.8 جرامين، هي نحن باكلنا العادي بطبختنا اللي فيها شويه لحمه رح نوصلهم. حتى باللبنه والجبنه والبيض. اللبنه والجبنه داخل هيدا النوع، هو كل نهارنا بنكون عم نحسبهم، عم نحسب وقت ناكل مجدرة، عم ناكل وقت عم نحسب وقت ناخذ البينات باتر، وقت ناخذ شيا سيد، فهيدا كله عم ينحسب. فهون يعني اذا بنفكر، يعني ما بدنا نروح بس على الخضره بهيدي المرحله من عمرنا 100%. او بهالحاله المرضيه كمان 100%. ولا من ناحيه ثانيه انا عم اقول انه ناكل كل يوم 200 جرام و300 جرام لحمه. طبعا. الاعتدال اللي نحن بناكله بالاصل هيدا هو اللي رح يكون مظبوط. طبعا.
بدنا نحكي عن البطاطا، بطاطا بكل انواعها كيف ما كانت طيبه، خصوصا اذا كانت مقليه، مين ما بحب البطاطا. هل طريقه الطبخ او الاختلاف بطريقه الطبخ بتفرق بقيمتها الغذائيه للبطاطا؟ طبعا لورا، عندي شغلتين، اولا في انواع البطاطا اللي هي بتختلف عن بعضها، وكمان طريقه الطبخ بخلي الاشياء اللي هي او نحن بدنا اياها او نحن بدنا نتجنبها كمان بتختلف. هلا اللي بدي اقوله انه البطاطا بحد ذاتها هي شغله مغذيه، يعني راس البطاطا بيحتوي على الالياف، هذا شيء كثير منيح. راس البطاطا هو بيحتوي على النشويات اللي هي بتعطي طاقه، راس البطاطا بيحتوي على شويه على البوتاسيوم، منيحه كثير لمريض الضغط، بيحتوي كمان على الفيتامينز اللي هن كمان كثير منيح. فاذا البطاطا شغله مثل الاكلات اللي نحن بناكلهم، اذا طبخت بالطريقه المضبوطه اكيد لها كثير فوائد. هلا بالبطاطا عندك مثلا بطاطا اللي هي لونها الموف الاحمر الغامق كمان نوع، والنوع اللي عندنا بطاطا حلوه، عندنا كثير كثير انواع، بس انا لضيق الوقت رح سمي ثلاثه، والبطاطا البيضاء اللي نحن بناكلها. هلا الفرق هون عندك البطاطا اللي لونها موف هي اكثر فيها موانع تاكسد البوليفينولز الانثوسيانز مركزين فيها، شو يعني هالشيء؟ هالشيء هو عم يحمي حمايه للقلب اكيد معروف، وحمايه للالتهابات. هلا كمان هون النوت بهيدا النوع من البطاطا هي ما بتعلي سكر الدم اذا تاكلت بالكميه المضبوطه، ليش؟ لانه هول البوليفينولز هن بيحموا من انه ما يعلى السكر بسرعه بالجسم. اوكي، فاذا هيدي هي عندها حسنات، يعني ما بيشتغلوا بالجسم مثل النشويات؟ هي بتشتغل مثل النشويات، وعلى الاكيد واذا كترنا منها رح نكون عم نعلي السكر، ولكن بالكميه اذا قرنتها هي البطاطا البيضاء والبطاطا الحلوة أخفى واحدة، أخفى من ناحية البوليفينولز كيف حميت. هاي من ناحية، رح روح من ناحية تانية على البطاطا الحلوة. طب ليش اللي بتسمعي كتير التشجيع على تناول البطاطا الحلوة؟ البطاطا الحلوة غير عنا عن البطاطا البيضاء اللي بناكلها مثلا عادي، هو أكثر احتوائها على الفيتامين اي من مادة الكاروتينويد، وفيتامين اي نحن بنعرف قد هو هالفيتامين منيح للنظر، منيح للكبد بالكمية اللي هي مضبوطة، وكمان مانع تأكسد، أما يعني بشيل الالتهابات من الجسم. عم نحكي البطاطا الحلوة بأنواعها، لأنه في كمان كذا نوع بالبطاطا أكيد الحلوة. أكيد، فهون هيدا هو حسنات من حسنات البطاطا الحلوة. طب ليش مريض السكري وبطاطا حلوة وهي اسمها حلوة، وهل هي منيحة لمريض السكري؟ هي أصلا طعمتها كمان شوي حلوة، طعمتها حلوة كمان مزبوط، بس في شيء نحنا اسمه جلايسيميك لود، يعني قديش هو الأكل بعلي السكر بطريقة سريعة بقلب الجسم. هون البطاطا الحلوة مش دغري بتعلي السكر بقلب الجسم بسرعة. فإذا هيدي بالنسبة للكاروتينويدز اللي عم يحمي فيها، بطاطا اللي لونها موف عملت نفس الإفكت، ليش؟ بالنسبة للبوليفينولز اللي فيها. رح روح للبطاطا البيضاء اللي نحن بناكلها. هلا اللي نحن بناكلها هل هي فيها وحدات حراريه اكثر من البطاطا الحلوه؟ لا، اللي بدي اقوله انه هن بنفس الحجم مثل بعضهم، يعني الحجم ال 100 جرام اللي هو ناي عم يحتوي تقريبا 85 وحده حراريه، منا كثيره، بيحتوي تقريبا 20 جرام من النشويات، حصه نشويات ونقطه وشوي زيادة، بيحتوي على تقريبا جرامين فاصلة 8 من الألياف، كمية كتير كبيرة، وطبعا هون بيحتوي على شوي صغيرة من البروتينات. هلأ البطاطا هيدي البيضاء فيها فيتامين سي أكثر من أنواع تانية من البطاطا، وواحد بيستغرب أنه كيف هالبطاطا فيها فيتامين سي، هي بتحتوي فيتامين سي. هلأ هون اللي بدي أقوله أنه طيب هل فيتامين سي ما نحن عم نطبخها، هل هو رح يروح من البطاطا وقت نطبخها؟ إيه، إذا نحن سلقنا البطاطا وضلينا عم نسلقها أكيد رح يروح، إذا نحن قشرنا البطاطا وسلقناها ما رح يكون فيها، يعني رح يضل في شيء 1% من الفيتامين سي، بس إذا أنا عملت لها ستيمينج على البخار رح يحتفظ كثير كمية من الفيتامين سي تقريبا 70%، وإذا حطيتها بالمايكروويف رح تحتفظ ب 90% من الفيتامين سي، خصوصا إذا تركناها بقشرة، يعني إذا نحن طبخناها بقشرة هون. هي ليش؟ لأنه القشرة هي اللي بتحمي، ولا القشرة اللي بتحتوي على الفيتامين سي؟ لا، لأنه القشرة هي اللي حمت من إنه يروح الفيتامين سي، هيدي شغلة مهمة. طيب من ناحية ثانية في عندك أشخاص هن ما لازم يأكلوا كتير بوتاسيوم، والبطاطا بتحتوي على كتير بوتاسيوم،
كيف يخفف انا البوتاسيوم من البطاطا، خصوصا لمريض الكلى اللي بيعلى عنده البوتاسيوم هون؟ اكيد انا اذا قشرتها ونقعتها هيدا الشيء رح يعمل ليتشينج، رح ينزل شوي البوتاسيوم منها، وبعدين كبيت المي على مره ومرتين، وبعدين رجعت غليتها وكبيت المي، هون بكون انا عم نزل البوتاسيوم منها. هلا اذا مسكتها انا لازم نقصها قبل ما ننقعها كمان؟ كل ما انت قصيتيها لاصغر كل ما هيدا الشيء انه اتخلص من البوتاسيوم 100%. واذا ما بدي اتخلص من البوتاسيوم افضل ما اقصها وما انقعها يعني أبداً. ولا قشرها، وحتى هون وقت احكي انه على البطاطا المقليه هي رح تضلها محتويه البوتاسيوم. اوكي هلا نحن عم نحكي هون على طرق لطبخ هالبطاطا. بدنا منافع البطاطا المقليه لان اطيب وحده فيها. وين بدي رح احكي عن المنافع من كل عقلك لورا؟ انا بدي طيب. تحكي بس ما رح تحكي انت بعرف. البطاطا المقليه طيبه. طيبه كثير. هلا بس بتصدقي شغله انه انا ما بحب البطاطا المقليه. في اشياء اللي هي عم نحكي خلص ما هو في اشياء معينه اوقات بنحكي ناكل منها بشوي شوي وشوي ما نكون عم ناكل منها كثير لانه هي بتضر مزبوط. وفي اشياء انا بحبها بس هي بحد ذاتها البطاطا اللي منا الفيفورت عندي. هلا كمان اللي بدي اقوله بدي احكي شوي عن الجلايسيميك اندكس يعني فهون نحن كيف ما بنطبخ البطاطا طريقه الطبخ هالجلايسيميك اندكس يعني قديش علت هي السكر بالدم بيختلف. اوكي فنحن هون وقتها عم نحكي على البطاطا سلقناها بعدين بردناها وبعدين رجعنا فينا نكون عم نسخنها وناكلها هون اللي بصير عندنا شيء اسمه ريزيستنت ستارتش. ريزيستنت ستارتش يعني ما بيعلي السكر بسرعه بالدم. فهون كمان لمريض السكري هاي من الطرق اللي فيه ياخذها بدون ما يعلى السكر بالدم. من ناحيه ثانيه كمان ما يعلى السكر بالدم بسرعه هو وقت ناكل شيء فيه نشا مثل البطاطا ونحن وعم ناكله نكون عم نحط له او عم نتناول معه الخل. فاذا هون كمان في ساعد هالشيء. وثالث شيء فينا نكون عم نزيد معه اكيد البروتينات اما الزيوت. فاذا انا البطاطا لنقول سلقتها اكلت معها بيض هون في بروتين وفي دهن ساعتها ما دغري بيعلى السكر بالدم. هلا نحن عم نحكي عن اذا علي هلا السكر بالدم بس هل انا اذا باكل بطاطا كثير وانا مريض سكري هل هالشيء صح؟ لا. إذا أنا عم كتر كتير النشويات أكتر مما جسمي عم يحتاج أكيد مخزون السكر رح يرجع يطلع. فهون البالانس مثله مثل حي الله شيء تاني. وحتى الوقاية من مرض السكري بيكون يعني إذا أنا عندي هيستوري بالعائلة وأنا بدي أتبع نظام وقائي مفروض كون عم خفف بطاطا كمان. انتبهي لورا هون في عندي ما بدي يكون لا ليش هيدا سؤال كتير مهم. بس أنا عندي كتير أشخاص بيضلوا كتير خايفين من إنه يصير معهم المرض فبعيشوا بهيجس وهن ما معهم سكري. هلأ نحن كلنا بدنا ننتبه قدي بدنا ناكل وكيف بدنا نعمل البالانس. وهون مثلا أنا يعني بكل سهولة بركي بفكر إنه هل بدي أكل بطاطا على الغداء ما راح يكون معها رز وهذا شيء طبيعي. النهار اللي بدي اكل بطاطا ما راح يكون معها خبز مبدئيا سو انا مش راح اكل بطاطا بخبزي. فهي هيدي الفكره معادله يعني بدي اعدل اعرف اعدل 100%. او اذا انا بحب اكل دائما مثلا ستيك مع راس بطاطا كبير بالناحيه الثانيه في قص راس البطاطا لنصه اذا انا بدي اكل شقفه الخبزه معه اما الرز باخر كم ثانيه. البطاطا المشويه اذا بقشرها كمان بتكون بعدها محافظه على البوتاسيوم وعلى كل الغذاء اللي فيها 100% كمان 100%. شكرا كثير رندا فهد. ناخذ بريك ومنتابع من بعده.